بما انه لا يوجد بيت بيخلو من اصابه احد به، خاصه الاطفال، بالانفلونزا او الالتهاب التنفسي الشديد في ظل هذه التقلبات الجويه اللي بتكون مناخ امن لنمو الفيروسات وانتشارها. هنوضح لحضراتكم كيف تتعاملون مع الحالات المصابه بالانفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد بمختلف درجاته وايضا طرق العلاج. نشرت وزاره الصحه والسكان دليل كامل للتعامل مع الحالات المشتبهه والمؤكده لحالات الانفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد الشديد على حسب درجة خطورته وطريقة التعامل معاه والعلاج المقرر لكل مرحلة. بيتم تقسيم الحالات حسب الأعراض، فإذا كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة بيساوي 38 مع كحة مع عدم وجود أسباب أخرى خلال العشر أيام الأخيرة، فيكون التقسيم كالتالي. أولاً الحالات البسيطة، هتكون أعراض الأنفلونزا فيها بسيطة وليست ضمن مجموعة عالية الخطورة، وعلاجها هيكون بالمنزل باتباع الإجراءات المتخذة به. هيكون علاج الأعراض حسب رؤية الطبيب طبعا المعالج. نوصل للحالات البسيطة ضمن مجموعات عالية الخطورة، هتكون أعراضها بسيطة للأنفلونزا مصحوبة بأي من الأمراض التالية: سنة مفرطة أو أمراض مزمنة، زي ما احنا قلنا سنة مفرطة أو أمراض مزمنة، أو السيدات الحوامل أو عمرهم أقل من عامين أو أكثر من 65 عام. أوضحت وزارة الصحة أن علاج هذه الحالات أيضاً يتم في المنزل باتباع الإجراءات المتخذة به أو أخذ علاج لمدة 5 أيام. نروح بقى للحالات الشديدة، فبتعاني من أعراض الأنفلونزا مصحوبة بظهور أحد الأعراض التالية: علامات تدهور الجهاز التنفسي، ضيق وصعوبة في التنفس، وتغير الوعي وفقدانه بشكل كبير، جفاف وأيضاً قيء وعلامات الصدمة. طبعاً احنا بنتكلم على الأمور الشديدة جداً. التهاب شعبي رئوي بيتم تشخيصه كلينيكيا او حتى بالاشعه. علاجه بيكون بالحجز في المستشفى واخذ علاج صحي وكامل طبعا حسب رؤيه الطبيب، واخذ عينه للفحص وبتكون مسحه مزدوجه حلق وانف في نفس الانبوبه الواحده. دي الحالات الشديده. قالت وزاره الصحه والسكان ان في علامات اخرى بتدل على تدهور الحاله حسب تقييم الطبيب المعالج، وبتتمثل في الاطفال بظهور علاج علامات كلينيكيه لوجود مرض بالجهاز التنفسي، زي اتساع فتحتي الانف، انحسار الضلوع للداخل، وطبعا الحشرجه. دي العلامات اللي بتدل على ان الامور بتسوء. زياده ايضا معدل التنفس اكتر من 50 مره في الدقيقه في الاطفال في عمر شهرين لسنه، واكبر من 40 في الدقيقه بالنسبه للاطفال من عمر سنه حتى 5 سنوات. نقص في نسبه الاكسجين بالدم في صوره عدم قدره الطفل على شرب المياه والرضاعه الطبيعيه، وايضا القيء المستمر والتشنجات العاليه، فقدان الوعي او الخمول، طفح جلدي، ده برضه من ضمن العلامات اللي بتؤكد على خطوره هذا الامر، واي درجه خطوره على حاله المريض بيكررها طبعا الطبيب المعالج. احنا بنتكلم على الفيروسات، بيذكر ان في 6 فيروسات تنتشر في فصل الشتاء على مستواهم. اولهم طبعا والمتعارف عليه والمشهور في البيوت المصريه نزلات البرد، وهي الاكثر شيوعا، وبتكون سبب في عدم ذهاب الاطفال للمدارس حتى طبعا ما يتمش عدوى زمايلهم. بيعاني البالغون من 2 لـ3 نزلات برد في المتوسط سنويا، بينما يعاني الاطفال اكثر من ده وبيستمر عاده من 7 لـ10 ايام، يمكن ان يحدث في اي وقت من السنه. ومن اعراض نزلات البرد سواء كان للكبار او الصغار فهو انسداد وسيلان الانف، السعال، التهاب الحلق والعطس، والحمى الخفيفه ليست العاليه، ده نزلات البرد. تاني فيروس هو الفيروس المخلاوي التنفسي والمشهور دلوقتي في هذه الفتره اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها. هو عبارة عن عدوى بتصيب الرئتين والمسالك الهوائية، عادة بتستمر من أسبوع لأسبوعين، ويمكن أن يكون الفيروس خطير عند الرضع. أعراضه بتكون شبيهة بالبرد مصحوبة بضيق في التنفس بيشبه الصافرة، يمكن أن يسبب تنفس سريع قد يتطلب دخول المستشفى. يبقى تاني الفيروس رقم 2 هو الفيروس التنفسي المخلوي اللي أعراضه شبيهة بنسبة كبيرة لأنفلونزا العادية أو البرد، ويمكن لازم نتابعه بشكل مستمر ونتاكد هل هو نزله برد عاديه او هو الفيروس التنفسي المخلوي، لان زي ما احنا قلنا عند الرضع ممكن يتحول لامر خطير جدا. ثالثا الانفلونزا بتستمر من 3 ل 7 ايام اذا تم اكتشافها خلال 48 ساعه الاولى، ويمكن ان يقلل التماثيل من مده الاصابه به، وده علاج. بتكون اعراضها الام في العضلات وحمى وصداع وارهاق وسعال جاف وسيلان الانف وايضا التهاب الحلق. تتوفر لقاحات الانفلونزا في الخريف وبيمكنها ان تساعد في منع هذه العدوى الفيروسيه. رابعا فيروس الخنوق، وهو عدوى فيروسيه ممكن ان تستمر الاسبوع، وبتكون اعراضها سعال نباحي وبحه في الصوت مع سخونه وسيلان في الانف. ايضا من اخطر الفيروسات اللي ممكن تصيب الاطفال هي الالتهاب الرئوي،
وبيكون عبارة عن عدوى في الرئة ناتجة عن فيروس أو بكتيريا، ومن الممكن أن تستمر الأسبوعين إلى 3 أسابيع، ويمكن علاجه بالمضادات الحيوية. من أعراضه السعال المصحوب بمخاط أصفر أو أخضر أو ألم في الصدر، قشعريرة وحمى شديدة وسرعة في التنفس، ويمكن أن تظهر الأعراض بسرعة. أيضا من أكثر الأمراض شيوعا هو التهاب الحلق، وهو عبارة عن عدوى بكتيرية معدية يمكن أن تستمر من يوم ليومين، ويمكن علاج البكتيريا بسهولة وسرعة بالمضادات الحيوية. من أعراضه صعوبة في البلع، سخونة وآلام في المعدة، ولا يصاحب التهاب الحلق السعال وسيلان الأنف، ويمكن أن يحدث طفح جلدي يشبه ورق الصنفرة وبيؤدي إلى تشخيص الحمى الكرموزية. أيضا في عدوى فيروسية في الأمعاء وهي إنفلونزا المعدة، يمكن أن تستمر من يوم لثلاث أيام، وبتكون أعراضها آلام في المعدة، غثيان، قيء، حمى خفيفة، إرهاق وإسهال مائي. الحقيقة دي كانت معظم الفيروسات المنتشرة أو أهم الفيروسات المنتشرة. فبيقدم الأطباء عدة نصائح للتعامل أصلا مع فصل الشتاء، زي ما قلنا هو بيبقى بيئة مناسبة جدا لنمو أي فيروس، وهي فتح النوافذ وتهوية الغرفة، وبذلك بيقلل عدد الفيروسات في الهواء، وأيضا بيفضل ارتداء طبقة أخرى من الملابس وإبقاء نافذة مفتوحة قليلا، لأن فيروسات الشتاء موجودة في الهواء. الفصل بين الولد المريض والولد السليم في المنزل، ولا نجعلهم ينامون في نفس الغرفة، والحفاظ على النظافة وعدم نقل المصاصات والأكواب والملاعق من طفل إلى آخر. الحقيقة دي كانت أهم الفيروسات وطرق الوقاية منها. لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطيات متعددة في كل جديد، نتمنى السلامة للجميع، وبكده تكون انتهت تغطيتنا. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.